أطفال يسافرون وحدهم دون ولي أمر، ظاهرة جديدة في المجتمع يسلط الضوء عليها المتخصصون في المجال النفسي والاجتماعي. تصنيفها كل شركة طيران لها بروسيجر خاص فيها تمشي عليه وفق منظمة الطيران العالمي اياتا. عندنا بالكويت الشركات المحلية تصنفهم من يوم إلى 4 سنوات، لا يسمح للطفل أن يسافر إلا بصحبة الوالدين، هذه ممنوع. من 4 إلى 6 سنوات إلى 10 سنوات لازم أحد الوالدين يوقع على فورمة معينة والتزامات وشروط تلزمه فيها شركة الطيران عشان يطلع بصحبة الكرو أو الستاف من إيد الوالدين لإيد المستقبل من 14 إلى 16. هذه حسب الحجز اللي يحجزه الطفل، ودائما تتجنبها شركات الطيران او الناقل المحلي او يصنفون لها تصنيف معين وفق ضوابط وشروط، ضوابط كل جهه تحطها، ان الغاصر لازم يحجز عن طريق الوالدين او اقارب من الدرجه الاولى او تكون وياهم حسب الشروط الفورم اللي موجوده. تصير مرات فيها تلاعب او طمس حقائق فيها او تجاوز او من الشخص المسافر، انه يعني ياخذ وياه احد كبير يقول له هذا ابوي، هذا اخوي، هذه امي، او شغله كذي، او يطلعون احد يقول له، يعني العوائل ياخذون معاهم احد بالغ يقولون هذا ابونا او اخونا، ويعني الامور هذه اللي تصير تلاعب. احنا نمنع ونصد من الامور هذه وفق الاجراءات اللي عندنا، بس ما نمنع انه يسافر اذا تذكرته قائمه واموره واجراءاته صالحه. ما تقدر هني بالكاونتر او بالاجراءات اللي يدققون عليه اكثر من مره او شيء يحسسونه بشغلات تلزمه. اسهم الانتقادات طالت اولياء الامور بسبب تفشي ظاهره سفر الاولاد لوحدهم، ولكن ماذا عن دور الطيران المدني في هذا الخصوص؟ مع العلم ان القانون لا يمنع سفر من هم فوق 14 عاما. شفته في برا، يعني مجموعه من الشباب الصغار على 14 15 سنه، يعني اقل من السن القانوني، يسافرون كمجموعه. الان هل الاسره تعلم بذلك ولا لا تعلم بذلك؟ اذا يدرون عن، يعني دون علم الاسره هذه مصيبه، واذا الاسره تدري وتعطيهم الفرصه بشكل، هذه مصيبه اكبر. لذلك احنا حتى لو بنعطيهم فرصه، ما نعطيهم فرصه ان يسافرون، ما نعطيهم ان يروحون مع بعضهم، لان ما ندري ايش قاعد يسوون. اعطيهم فرصه وانا اعطي ويكونون تحت مراقبتي، مراقبه عن بعد داخل المجتمع. مخاطرها انه ممكن انه يستغلون برا، ممكن انه يبتزون، ممكن انه في ناس جماعات تختطفهم، ممكن انه هم يدخلون في طريق الانحراف. كل هذه الاشياء وارده، كل هذه الاشياء ممكن هم يعملوا مشاكل للاخرين. اذا الاهل هم المقصرين عن ذلك، اما انهم اعطاهم الفرصه للتجربه ام ان هم ما يدرون عنهم وخلوهم يروحون وبعدين اتضح لهم انهم مسافرين موجودين خارج البلد. هذا ويبقى الوالدان العين الساهرة من أجل حماية فلذات أكبادهم لئلا يقعوا في المحظور. ابتسام رمال، الراي.